السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، معكم محمد تمو من قناة MDTV. اعتقلت السلطات اليونانية في جزيرة خيوس رجل يبلغ من العمر 48 عاما بعد أن قام بإطلاق النار على شابين سوريين يبلغان من العمر 16 عاما وأصابهما بجروح طفيفة. وبحسب السلطات قام الرجل بإطلاق النار على المراهقين بواسطة بندقية الصيد بعد دخولهما أرضه الزراعية. وكان الرجل قد اتهم في وقت سابق بتهديد المهاجرين من مركز استقبال داخل الجزيرة. وقالت السلطات اليونانية إن مجموعة من المهاجرين اعتدت على المشتبه به بالعصي والحجارة قبل قيامه بإطلاق النار على المراهقين. إذا يا جماعة، هذول المراهقين المهاجرين ضاربين هذا الرجل اليوناني لأنه مبين عليه عنصري شوي، وسياسته تجاه اللاجئين والمهاجرين له سوابق، يعني هاجم على مركز للاجئين في الجزيرة. وبعد ما شابين سوريين دخلوا أرضه الزراعية، هذا الرجل اليوناني قام بإطلاق النار على شابين سوريين، وشابين سوريين جروح بسيطة، يعني انصابوا بجروح بسيطة، والسلطات اليونانية اعتقلت هذا الرجل. كان معكم محمد تمو من قناة MDTV، وإلى اللقاء في فيديو قادم. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.